ذكر قبيلة واحد نعم أستاذة، الأستاذ ذكر واحد نقطة قبيلة، وهي أن وهي مهمة في العلاج النفسي، وهي الرغبة في الخروج من الأزمة اللي أحيانا كتكون صعيبة إذا ما لقيناهاش عند المريض. ف فعلا بحكم أنني بنت المنطقة، يعني هاد الناس هادو، بغيت غير نقول واحد الكلمة في حقهم، أن هاد الناس هادو إن شاء الله بالنسبة للفريق الدعم النفسي اللي غادي يمشي ما غيلقاش مشكل كبير. علاش؟ لأن هاد الناس سبحان الله حياتهم بسيطة بزاف، فعلا إيمانهم قوي بزاف، لدرجة أن سبحان الله إلا شفتوهم رغم هذيك البساطة عندهم واحد قوة التكيف مع أي وضع، وإيمانهم تيخليهم يتقبلوا، يعني مسألة التقبل عندهم ما غيلقاوش مشكل، رغم أن شتو التضاريس اللي عندهم راه واعرة بزاف، إلا تمام أن سبحان الله هذوك الناس يعني استطاعوا يعيشوا في هذيك البلاصة. واللي ملاحظ وعشته معاهم ان دوك الناس اللي كيجي عندهم يكفي ليه عندهم غير الضيف، واخا يكون الحاله دي النفسيه ديالهم كيف ما بغات تكون، فإلا غير دخلتي عند شي واحد واستأثرتي على الاخرين كيحس بواحد التشريف كبير، يقدر يحط اي حاجه رغم انه ما عنده حتى شي حاجه، اتمنى ما عنده يحطه فعلا بفرح بطيبه بحب. يعني دوك الناس اللي طالبينه دابا غير واحد طبطبه، واحد الكلمة الطيبة بحب، يعني وإن شاء الله دغيا كيستجبوا، لأنهم أصلا كنعرفوا الشعب الأمازيغي يعني نهار خدا الإسلام راه خداها بدون إراقة نقطة دم، يعني فعلا خداوه عن حب. فالحمد لله هذوك الناس غتلقاوهم مؤمنين صامدين متقبلين، احتويوهم، هذا هو اللي كيطلبوا الاحتواء، وتبارك الله على مجهوداتكم وشكرا لكم. شكرا للاستاذه زهراء. الاستاذه زهراء سي عمر قالت لك راه اول حاجه مهمه هي الرغبه، فعلا نقطه مهمه، أكيد وقالت لنا بان حتى دوك الناس اللي عايشين مهما هو عايشين في ديك المنطقه، وبداك بداك يعني بكل الاحوال ديالها، الطقس ماديه كل شيء، ومتقبلينها، راه الناس متقبلين الحياه، متقبلين الموت، متقبلين، عندهم ايمان قوي. وفعلا هذا، وفعلا تجي تلاحظوا كاع في المناطق، سبحان الله، القرى حنا راه عندنا، حنا بلاد فوق شيشاوه ومسيط المخطر، يعني تتشوف ديك البساطه ديال دوك الناس وداك الكرم ديالهم، رغم انه ما عنده حتى واي حاجه ويضحك لك في وجهك. فعلا استاذ، شكرا للاستاذ زهراء. سبحان الله العظيم، شفت واحد الفيديو رائع ديال ديك الوليدات اللي كانوا بالفرحة تيقراو القرآن، وهذا تيبين بالفرحة ديال ديك الناس وديك الناس اللي جابوا لهم ديك الهدايا وديك، فالوليدات مجموعة تيقراو القرآن بواحد الحب، وتيعطيوك واحد الطاقة إيجابية. ديك الوليدات تيعطيوك درس في الحب وفي العطاء وفي الطاقة الإيجابية، وهذا تيبين الحمد لله أن فعلا المحيط والبيئة فين كابرين بديك الطبيعة ديالهم، يعني مؤهلين نفسيا أنهم يتقبلوا. اللي محتاجينه دابا هو الإنصات، وسورتو كما قلتي الحب والاحتواء، فعلا نقطة في محلها فعلا. إخواني أستاذة نبيلة، التحقتي؟ انا السؤال ديالي، دابا انا كنشوف مثلا دابا هذا واحد المثال حي. دابا حنايا كنتعرفوا كاملين بكم الاستاذه ليلى اللي كتعمل في اليوتيوب، كتقول بعض الاخبار اللي باقا ما وقعتش وكتوقع بعض الحوايج، كتكون باقا ما وقعت، بحال هي منجمه او لا الله اعلم، هي كتقول دكتوره، ولكن المشكله ان اي حاجه كتقولها والا كتوقع. كانت قالت ان هذا يعني غادي يوقع في المغرب واحد الكارثه، وغادي المغرب غادي يعمل حداد ديال 3 ايام، واي حاجه كتقولها في العالم كتوقع. وقالت ابري غادي يوقع تسونامي. والمشكله دابا ان دابا في السوشيال ميديا كاتبين، وخصوصا ديك الدكتور الهولندي ديال الزلازل كاتب ان في هذه السيمانه هذه من الاواخر ديال السيمانه اللي غتدخل غادي يكون كاين تسونامي في شمال افريقيا من بينهم المغرب. دابا المشكله هنايا حتى السوشيال ميديا كتساعد على لا بانيك ديال ان بحال دابا مثلا بنتي هذا النهار كامل هي كتعرض لي ماما اخوي طنجه، ماما ما تبقاش في طنجه، ماما الحكومه كي خصها تعمل شي حاجه لان حنايا انتوما مهددين في طنجه وحنا كاملين، ولكن انتوما اخص لان ساكنين في طنجه. اذا كيفاش غنتعاملوا حنايا مع هذه الوضعيه هذه؟ كتشوف السوشيال ميديا وكتشوف ان بحال دابا هاد العرافه او شكون هي الله اعلم، راه اللي كتقولوا كيوقع.
وكتشوف ان هذا عالم هولندي كيقول راه غيوقع تسونامي. احنا عندنا الدراري كيقراو، كل واحد خايف على والديه، انا في مدينه وماما في مدينه، ويقدر يوقع. اذا هنايا كيفاش غادي نعالجوا هذه المواقف هذه؟ الله يا استاذ جوجر كعاس، وسلمي امرك لله اخت والموت تجي. من غير الجانب الروحاني، الجانب الروحاني انا ما هنا نشوف بدور انا انا اذا ندير قدرت هذه، ياك شتي اي نفتي. حاجه نصلي 4 ركعات ولا 2 ركعات اخت اقول نبيله، انا بالله. نعم، اولا انا ما عرفتش هذا السيد على مصدر، ولكن انا انا ما عرفتهاش. سنعتقد بشيء واحد، ولا كل ما هو علمي وكل ما هو يعتمد على حقائق علميه، اما كذب المنجمون ولا صدقوا، انا ما عرفتش هذه السيده، صحيح، وما تيمكنليش نبني الاعتقادات ديالي والافكار ديالي والمبادئ ديالي على منجمين. ما عرفتش انا هذه السيده، ولكن انا من نظري سنعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتنقول بأن كل شيء مدبر بإذن الله، وتنعيش اليوم ديالي كما أنا مسخر لله. لا يا أما شنو دابا قالت هذه وي المنجمة، هذاك تيعنيها هي، ما تيعنينيش أنا، أنا تنبقى في بلادي. وما تنعتبرش واحد حاجة خطيرة راني وجه راني قبيله شكلها، هو الكثره ديال هاد تنشوفوا هاد السوشيال ميديا، هاد لي ريزو سوسيو، هاد لي ريزو سوسيو راه ما خصناش نبقاو حتى في الاعتماد على الحقائق. تنشوف مجموعه من الخطا من الحقائق حتى في علم النفس خاطئه، وتيروجوها والناس يخدموا بها وتيعتمدوا عليها. مثلا الناس يقولوا اضطراب ما بعد الصدمه، هاد اضطراب ما بعد الصدمه ما تنهضروش عليه دابا وحنا عاد 7 ايام ديال الزلزال. في علم النفس اضطراب ما بعد الصدمه تنهضروا عليه من بعد شهر، من بعد 30 31 يوم عاد تنحدوا اضطراب ما بعد الصدمه. ما خصناش نبقاو نطيحوا في هذه المغالطات ديال الناس تيروجوا الاكاذيب، كيروجوا لشي حوايج خاطئه باش تقول انا كيفاش نتصرف. لا، انا تنتصرف بطريقه صحيحه، تنبقى في بلادي، تنعتمد على الله، تنمارس حياتي بشكل طبيعي وبشكل كما انا تنعرفه، وتنعتمد على المسائل العلميه المثبته فقط. دونك راه السؤال موجه ديال نبيله بين استاذ عبد، الاشخاص الاخرين، هما اللي تقول لي كيفاش هذا الشعب، ولا هذا كاين بعض الاشخاص اللي تيطيق هذا الشيء 100%. فعلا خصنا يكون عندنا تاثير كمثقفين، ولا ك ك ك باش اولا ما نروجوش لهذه الافكار، ما نعطيوهاش واحد البعد اعلامي، وثانيا باش نوجههم انهم ما يتيقوش بهذه الافكار، ما يتاثروش بهذه الافكار، باش يكون نعم. عندهم مسائل انهم يعتمدوا على كل ما هو صحيح. ان نحاولوا نفلتريو، نحاولوا نعرفوا اشنو غادي نشوف في ديك لي ريزو سوسيو. هو لي ريزو سوسيو دابا كل شيء تيهضر في كل شيء، ولينا كل شيء تيهضر في كل شيء، يعني ما كاينش واحد الفلتره، ما كاينش واحد التقنين، وبذلك احنا مسؤولين على اننا نعرفوا اش تنشوف، اش تنسمعوا، واش تنطيقوا في دماغنا. فانا تنظن ان دورنا هو ان نوجهوا الناس ونوعيهم بانهم ما يبقاوش يشوفوا اي حاجه ويتاثروا باي حاجه في لي ريزو سوسيو ولا في شي دور في الانترنت. وي أستاذة استاذ نعيمة، عفاف، بغيت نعم بغيت غير نجاوب الاستاذه نبيله على التسونامي. بعد اولا التسونامي باش يكون خص يكون الزلزال في البحر، هتيجي معاك وحنا دابا الفيزيكا أستاذة نبيلة. والزلزال دابا كاين في اليابسه، دونك ما يمكنش يكون تسونامي زعما نتيجه هذا الزلزال اللي كاين دابا. دابا دولا واش هي عارفه كاين شي زلزال واحد اخر غادي يكون؟ ما تنظنش. دونك هاد القضيه التسونامي في الوقت الحاضر راه ما كايناش استاذه، هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. شكرا. السلام عليكم. نعم السلام. صافي، مرحبا استاذه، مرحبا، تنسمعوا. شكرا للساده الاساتذه. والسي حسن، انا سي عمر الله يجازيه بخير، راه تعلمت منه جوج ديال المسائل، جوج النقاط. مرحبا. المساله الاولى هي ما يتعلق بانه في رحله التشافي والتعافي راه غادي نمروا بجوج ديال المراحل، مرات ولا نقولوا كاين تداخل ديال جوج ديال الامور، مرات كاين تحسن ومرات كاين يعني الحاله كتسوء، وهذا الشيء اللي عشناه، يعني انا الشيء اللي كنعيشه دابا يعني شخصيا، انه حالتي مثلا نفسية تكون مرات راها متحسنه، انا حيت حتى حنا زعما راه خلاص راكم عارفين الناس ديال اكادير راه حتى هما يعني خداو النصيب ديالهم من الصدمه ديال الزلزال، الحمد لله ما كاينينش خسائر، ولكن هذا ما تيمناش انه راه كانت يعني كانت ديك الصدمه.
وكان هذاك الفزع، ذاك الإحساس بالفزع. فإذا الحالة ديال التعافي يوم نهار على ولا نهار مورا نهار كيكون، كي قلنا مرات كتسوء مرات كتحسن، وإن شاء الله أكيد أنه غادي تكون هاد الاستمرارية هادي زعما حتى يوصل الإنسان إن شاء الله لذاك التعافي اللي غنقولو حتى لا ما بغيناش نقولو التام، نقولو الشبه التام. هذا من ناحية. النقطة الثانية اللي بغيت ندوي فيها السي حسن، قلنا إذا قلنا بأنه مرات كيكون هاد التحسن ومرات كتكون الحالة سيئة. قضية أخرى اللي قال السي عمر هي أنه باش أنا نقدر نخرج من الصدمة خاصني نخرج للمجتمع، خاصني نتواصل مع الآخرين، خاصني نقدم مساعدة أيا كانت هذه المساعدة، واخا تكون غير الإنصات، واخا تكون غير كلمة طيبة، واخا تكون طاقة إيجابية كنعطيها للآخر وأنا كنعطيها لهذاك الآخر، راه أكيد غنستمدها. إذا أنا راه غادي نعطي وغادي ناخذ في نفس الوقت، وتيبقى هذا الحدث هذا ولا هذه الفاجعة راه إذا كان في الظاهر ديالو فاجعة، راه أكيد أكيد بقدرة الله تعالى راه كيحمل معاه الخير الكثير، أنه كل واحد شنو غادي يتعلم من هذا الشيء اللي وقع. فعلا صدق، هذا صحيح هو اللي كاين السادة الأساتذة، تبارك الله عليك، وجزاكم فعلا بخير. لأن شكرا كما شكرا قلنا قبيلة مرحلة التعافي ولا مرحلة التقبل ما تجيش غير هكاك، عندها مراحل. وانت هضرتي على المرحلة ديال المساومة، مرحلة المساومة أو المرحلة لما تتبدأ مرة تتحس بأنك مرتاحة ومرة تتحس بديك يعني الانقباض ولا التوتر، وهذه حالة طبيعية، حالة طبيعية جدا. ولكن مع مرور الوقت ومع يعني المسائل اللي تديرها في حياتك اليومية ومع الخروج لعند الناس، يعني الحياة اللي تتاخذها بشكل طبيعي، فانت تلقائيا تدوز من ديك المرحلة ديال المفاوضة إلى مرحلة التقبل والشفاء بشكل طبيعي. ولكن خصك دائما يبقى عندك تواصل مع الناس، دائما يكون عندك واحد الدور فعال لتتحس، حتى راسنا تنحسوا براسنا مزيانين فاش تنديروا شي حاجه مزيانه، فاش تنساعدوا شي واحد هذيك راه تنحسوا بواحد الشيء كبير. راه ملي تتمشي تعاون شي واحد راه تتفرح انت اكثر منه، ملي تتمشي تعطي مثلا شي اعانه راك تتفرح اكثر منه. ديك الناس اللي مشاو قدموا المساعدات راه تتشوف ديك الفرح باش مشاو، وهذا بوحديته راه عنده واحد التأثير إيجابي على النفسية ديالنا. دونك المساعدة والخروج للمجتمع والاتصال مع الناس والتواصل مع الناس واحد الشيء مهم اللي تيساعدنا في أننا ندبروا مرحلة ديال التوتر ونخرجوا إن شاء الله لبر الأمن. وشكرا. شكرا. شي مداخلة يا اخوانا اخواتي الكرام، ولا شي تعليق ولا نعم شي؟ وي نعم مرحبا. أستاذ، السلام عليكم. شكرا السي عمر، وشكرا الأستاذة أسوكا. المهم أنا بغيت نرجع للوضع النفسي للعائلات ديال الضحايا. المهم تكلمنا على الناس اللي فقدوا واحد الأفراد ولا فرد من العائلة ديالهم، والمهم ذاك الموت ديالهم كان باين، جبدوا الجثة ديالهم والمهم دفنوهم إلى غير ذلك. من بعد غادي يدخلوا المراحل الحفظ الخمس، وفي الآخر يتوصلوا للقبول. أنا السؤال ديالي بغيت نعرف كيف نصاحب هذوك الناس ديال العائلة اللي عندهم فقدون ما عارفينش المصير ديالهم، وما يعني كيفاش غادي يقدروا يعيشوا هذه المراحل ديال الحزن وهما ما عارفينش هذوك الناس العائلة ديالهم المصير ديالها. المهم هذا هو السؤال ديالي، وشكرا. صحيح، وكاين جوج حالات. فعلا سؤال فعلا مهم، والإجابة ديالو ماشي سهلة، لأن في هذه الحالات كاين جوج ديال الحالات. كاين أناس تيعرفوا وتيتبتوا أن الناس ديالهم توفوا، وتيمكننا ندبروا معاهم المرحلة يعني لا فاز دو دوي وانسي دو سويت. ولكن الأعقد والأصعب هي الناس المفقودين اللي ما تيعرفوش الأهل ديالهم فين هما، نعم ما تيعرفوش واش ماتوا، واش تحت الأنقاض، واش شنو وقع بهم. وهذه فعلا المصاحبة ديالها
يعني المعالجة ديالها هي معقدة جدا وماشي سهلة، لأن ديك الإنسان حتى لا فاز دو دوي، يعني ديك المرحلة ديال اللي من بعد الصدمة، يعني التدبير ديالها طريقة معقدة، نعم والمصاحبة ديالها تتكون يعني شوية طويلة، لأنه يعني ما يمكنش العلاج يجي بشكل يعني تلقائي، لا يعني العلاج هو تيجي على مراحل، وعلى حسب يعني واش الإنقاذ ولا الناس اللي تيحفروا ولا الناس يقلبوا على الناس، واش مازالين واش ما مازالينش، تتشوف واش هو مازال عنده أمل أنه هذه يلقاو ديك المصابين، تتعلق بمجموعة من الأمور. ولكن فعلا هذه الحالة يعني حالة جد جد معقدة، والتدبير ديالها صعيب وصعيب جدا، وخصو واحد المرافقة اللي هي طويلة شوية. شكرا يا أستاذ، شكرا. هذا كلام أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا أستاذ حسام، شكرا أستاذ عمر على هذا الموضوع المهم جدا في هذه الوقيتة. بالنسبة لي عندي واحد الفكرة سديدة، بالنسبة علاش ما تكونش واحد الاستمرارية مثلا هاد الصدمات النفسية، خاصة هاد الظواهر الطبيعية، يعني تكون دائما، يعني يكون بحال مثلا في المدارس، في المؤسسات، في شاشات التلفزيون، يعني يكونوا برامج، يعني يكون دائما، يعني مثلا يدرسوا هاد الصدمات النفسية اللي كيكون بعد الزلزال، النصائح اللي كيقدموا كيفاش غتصرف وقت الزلزال، يعني شي حاجة اللي تكون معانا دائما، ماشي غير واحد، ماشي غير في وقت ما كيكون مثلا كتكون كيكون الزلزال، كيكون مثلا كنديروا هاد الوقيتة من بعد صافي، يعني خصو يكون دائما، يكون مثلا شي درس يكون في المقرر وانا يتقرأ، قرينا الزلازل يكونوا استاذ، انا ديكوتش. قريتهم في التروازيوم وكنا نفس تنمشيو لنواحي قريناهم في اوريكا، الاستاذ. تنمشيو لاسوختي تما وقرينا هذا الشيء، وديك المنطقه اللي وقع فيها الزلزال قال لك راه سنوات موقعنا، وفعلا ديك المنطقه في ايغيل. مثلا بحال ايه استاذ، سبحان الله، مثلا حنا في اكادير استاذ، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي كتدرس بحال هكا في المؤسسات، اللي كيكون برامج كيكون هكا دائما، يكون شي برنامج اللي كيكون مثلا في شاشه التلفاز، ولا يكون مثلا في وسائل التواصل ولكن الاجتماعي حنا بحال هكا. مزيانه استاذ، نقطه زوينه قلتي، حيت هذه القضيه حنا ما جيناش في واحد المنطقه اللي هي كامل هاضره بها، في واحد تيقولوا واحد الخاتم خاص بالزلازل، بحال دابا في اليابان راه اكثر من 7000 هزه ارضيه في اليوم، عندهم هذه الثقافه، عندهم البنايات بهذا الشكل. حنا هذا الشيء 120 سنه قال لك ما عمره وقع متفق في المغرب، معك أستاذ. فهمتي؟ داك الشيء حنا ملي تتكون عندنا شي حاجه يوسف بحال دابا الادمان استاذه، دابا عندنا فئه كثيره ديال الادمان، مجموعه ديال المراكز اللي مفتوحين ديال الادمان، مراكز ديالهم الدوله يعني، اللي تيرافقوا تيواكبوا شباب تيوافقوا كاع اي مدمن، حيت هذه الحاله تنعيشوها، تيعيشها العالم كامل ماشي حنا المغرب، الولايات المتحده كل شيء عندنا هذه الحاله، كي قلتي في المدارس كاينين دي سونتر كثار، فين ما مشيتي اي مدينه كاين هذا لي سونتر، هما اللي كاينين كثار، يعني حتى تتقول واش المغرب كامل مدمن. دابا هذه داكشي اللي الحاله قلت اللي استاذ، تتوقع لنا مثلا ديما كنا عالقين يديروها. سيدك تاسمي استاذ حسنه، راه بحال الموقع دابا كيقولوا فقط اللي معروفه بالزلازل، راه غير اكادير والحسيمه فقط، هادو جوج اللي معروفين، اللي كيكونوا فيهم، اللي كيكونوا فيهم، راه ديما اكادير هذاك اللي عاملين سميتو. وي ولكن دابا شنو وقع؟ راه لا اله الا محمد رسول الله، راه كلشي المغرب، راه ما تقريبا راه توقعوش 50 هذا مدينه فعلا. ولا اكثر. هو حتى داكشي علاش علميا خصو، بالنسبه للناس ديال الجيولوجيا راه ما كانتش متوقعه، حيث راه كاين ما كاينش بعد شي واحد، الصفائح بعيده شي 500 كيلومتر حسب ما قريت راه ما بعيده. كانتش متوقعه. وفعلا انا متفق معك في نقطه، باش نوضحوا النقاش، هو انه ما خصناش نساينو توقع الكارثة باش نوضو ندبروها، خصو يكون عندها وعي مسبق، راه داكشي هو اللي فعلا اتفق معك، خصو يكون عندنا وعي مسبق بمجموعة من المسائل اللي يمكن لها توقع، كما تنهضروا على الزلزال كحالة جيولوجية يمكن لها توقع، فالوعي بالتدبير ديال الزلزال لا من الناحية النفسية ولا من ناحية التدابير، فأكيد خصو يكون عندنا رؤية ديال المقررات اللي تتهضر على هذا الشيء. ولكن في نفس الوقت في المقابل، باش تكون عندنا رؤية بيداغوجية، خص يكون ديك الظاهرة اشنو الوقع ديالها عندنا كمغرب،
يعني يمكن عندنا ظواهر اكثر يمكن لنا نناقشوها اللي هي تتكرر علينا بواحد الطريقه مستمره. ما تنساوش انه فاش نحط واحد المقرر بيداغوجي فهو لازم يحترم الخصوصيه ديال المغرب، وما يمكنناش نبنيو على استثناءات كما قال سي حسن. فاحنا تنهضروا مثلا على الظاهره ديال لاديكسيون، يعني الادمان، اللي هي متكرره واللي هي تتشكل مشكل كبير في المجتمع. هذه يمكننا نحطوا فيها مقررات ونخرطوا فيها ونجيبوا فيها اطر نفسيه وتربويه باش يناقشوا الظاهره، لانه كاين كما تعرف كاين امكانيات، كاين مسائل، كاين بزاف مسائل. اذا لا من حيث المقاربه اللي قلتي ان تكون عندها نظره استباقيه باش نعطيو مقررات للتوعيه، نتفق معك، ولكن في المقابل تنفهم انه كاين اون بريوريتي على حسب الخصوصيات ديال المغرب وعلى حسب اللي حنا زعما محتاجينه كمغرب. وتيبقاو الزلازل، يعني حنا ما معرضينش لبزاف ديال الزلازل، ماشي بحال البلدان بحال الصين ولا بحال هذاك. ف هذاك الشيء اللي يمكن لي نفسر به علاش ما كاينش هذا النوع من المقررات. وكاينه السلام استاذ عليكم ورحمة كاين الله واحد وبركاته. المشكل عندنا في اسمح لي. فين أستاذة؟ أستاذة استاذ، حسن؟ نعم فين استاذ، أستاذة؟ كاين عندنا أستاذة واحد زين؟ الحمد لله، يعني عندنا في المغرب عندنا الحمد لله اننا مسلمين، هذه حاجه مفروغ منها. ولكن يعني كملاحظه لاحظتها ان الناس رغم انك تلقى اسره على كامله، شنو وقع غير في هذا الزلزال هذا مؤخرا اللي وقع، انني فاش كنت كنهضر مع الاسر كنلقى ان مثلا الزوج ما خرجش من الدار، بقى في الدار، والزوجة هزات وليداتها وخرجت بهم للزنقة. يعني ما كاينش حتى واحد الوعي بالأخذ بالأسباب، ما كايناش عندنا في المغرب حتى الوعي. كاين اسمح لي زعما انا بغض النظر على الزلزال اللي وقع في عندنا تما زعما في المنطقة اللي تضررت بزاف، كاين العامل ديال ان البنية هشة، كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن كنهضر دابا حتى على الوعي والاخذ بالاسباب حتى بالنسبه لاننا مسلمين. كيقول لك لا صافي في يد الله، اللي جابها الله هي اللي كاينه. يعني خاص الانسان بحال دابا هنا في فرنسا ما كانوش لي زاتونطا كيوقعوا، ولكن اون فوا وقعت لاتونطا الاولى صافي بدات الامور، كانت بداو تيوريو الاطفال كيفاش يتعاملوا مع لاتونطا الا كانت تيطلقوا ديك لالارم، وكيعلمونا حنا غير بلي ميساج الاباء والاطفال كيخليوهم كيفاش يتعاملوا مع ديك لالارم، فاش تطلقش، كيفاش الدراري تخبعوا تحت الطبله، كيفاش. واستمروا ليومنا هذا مازال، غير كيبدا الدخول المدرسي كنبداو. هذا الشيء عنده واحد الجانب بوزيتيف وعنده واحد الجانب نيجاتيف. عنده جانب بوزيتيف ان الانسان دائما كيكون عارف كيفاش يتعامل مع الامور بوعي وبعقلانية بزاف، لأن هنا كيعتمدوا بزاف على الأمور عقلانية أكثر من لي سونتيمون. وكاين باغ كونتخ أو ماروك مازال عندنا كنتعاملوا بلي سونتيمون أكثر من العقلانية، باستثناء ناس يعني سمح لي نقول لك، يعني حتى إلا جا مثلا معلم في ليكول يبغي انستالي شي حوايج اللي هي لوجيك وخاص يتعلمها الطفل، كيكون واحد لو كريتيك، ما كتكونش واحد الاستمراريه. نرجعوا للاستمراريه دائما، كيكون داكشي بحال غير لي غير بوغ ليفينمون كنديروا داكشي وكنبينوه لي ميديا وكنتعاملوا به، ومن بعد صافي كنرجعوا للامور ديالنا عاديه وكأن شيئا لم يقع. كاين حتى الوعي كيلعب واحد الدور كبير في هذا. وكما قالت الاخت، الامور توضع في مقررات، توضع في يعني باش اننا نوعي الاطفال بالنسبه لظواهر طبيعيه، زلزال ولا كما بغات تكون، راه ماشي شي، ما غاديش تطلب منا شي حاجه كبيره نديروها في ليكول، ولا غير دي جيست، ماشي ضروري باش ان غير لي جيست دو سوكوريزم باغ اكزومبل. هنا دابا ضروري واحد على الاقل في الاسره يكون واخد شهاده ديال السوكوريزم كي فالابل دو زون. الا ما كانتش عنده راه كتجينا لانفيتاسيون للدار باش اننا نمشيو نديروها اللي كيفاش تكمل ديك عامين. كاين دي شوز براتيك سامبل، يل دوموند با دو ماتيريال، ما تطلب حتى شي حاجه، كتطلب غير الواحد يكون اون اليرت. حنا اونتخ نو اون اليرت با او ماروك،
كنخليو حتى كتنزل علينا نزله، لا هاد الزلزال انا كنحيدو زعما من هاد الشيء اللي راني كنقول هذا زلزال كما قلتو، يعني حتى الناس ديال متخصصين هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن قدر الله وكيفاش كل اسره كومو الى غياجي، هذا هو الموضوع اللي بغيت انا شويه ما بغاش يتفهم لي اساتذه الا كان ممكن زعما. هو استاذ انا واحد النقطه، انا حضرت الجمعيات مجموعه ديال لي فورماسيون ديال الاسعافات الاوليه يعني، وفي هاد الشتاء ديال المطافي حضرت في جمعيات، كاين جمعيات اللي تيشتغلوا في هذا المجال، وتكون معنا كانت الاستاذه فاتحه حتى هما راه تيديروا هذا الشيء يعني، ولكن داك الشيء في اطار واحد الجمعيات ما تيكونش معمم عندنا في المدارس، وهذا الشيء اللي هو خصو يكون فعلا ديال هاد الاسعافات الاوليه، واشي ديال الحريق واشي ديال الجل، يعني كل ما يتعلق بالانسان والظواهر اللي دايرين بينا والبيئه اللي دايره بينا، فعلا هذه نقطه مهمه. ولكن كاينه عندي في الجمعيات، جمعيات انا حضرت دي فورماسيون، تنكون انا تندير لا فورماسيون في الكومينيكاسيون يعني في التواصل في مجموعه ديال الاشخاص اللي تيخدمون في لا سيكوريتي، وكاين الناس تيديرهم الحرائق، كاين الناس تيديرهم الاسعافات الاوليه، ولكن ما تنديروش الزنزان حيت ما عمروش انا ولكن المدارس مشكل. وين سي عمر؟ وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للإخوة والأخوات على الإضافات. الشيء كله هو اللي تقال كيدخل، يمكن دخله في إطار ما يسمى بالمقاربة الشمولية بحال هاد الأزمات بحال هاد المشكلات اللي كيوقعوا، توفير القضية المسائل الدعم التدخل إلى آخره. إذا خصنا تكون عندنا مقاربة شمولية كيدخل فيها جميع هذه الأمور هذه، فهمتي؟ ولكن اللي أنا بالنسبة لي واحد إجراء أو واحد مقاربة وقائية اللي خصها تكون عند الناس باش يتقبلوا هذه الأمور اللي كيف قال السي عمر، باش مثلا ما يتأثروش، باش تكون هذيك الصدمات يعني الوقع ديالها كيكون أخف وما تأديش الآثار سميتو. هنا كيخص ذاك الجانب ديال التكوين ديال الإنسان، ذاك ما يسمى بهذاك الشخصية ديال الإنسان اللي خصها تكون قوية، لأن شكون اللي كنلقاو كيتأثر بشكل كبير بهاد الأزمات وكيخاف وكيتخلع، وملي ملي يعني كتوقع هاد الأمور هادي، لا في الأزمة ديال الكوفيد ولا في الزلازل ولا ملي تكون شي مشكل، شكون اللي كتكون عنده الشخصية ديالو شخصية هشة، النفسية ديالو نفسية ضعيفة، ما كيكونش قوي. هنا اذا كيجي الجانب ديال الجانب الوقائي ديال التكوين ديال الشخصيه، هنا كيدخل هنا كنوجه الخطاب للجميع الاخوه لي كوتش والمكونين والمدربين، باش داك الجانب ديال الشخصيه يركزوا عليه، ما يسمى بعجله الحياه اللي كتلقى الانسان مثلا هو الجانب المادي عنده، كان الجانب ديال مثلا المعرفي كاين، وكان الجانب النفسي ضعيف، الثقه ديالو في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله، كيفاش يتقبل، كيفاش يرضى داك لك غادي تدك يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. هذه كلها امور خصنا يعني نخدموا عليها ملي كيكون هذا الاشتغال على الشخصيه ديال الانسان، تكون قويه، تكون يعني تقبل هذه الامور هذه، تعرف كيفاش يعني تتعامل الجانب المعرفي، الجانب السلوكي، الجانب الاجتماعي، التدخل في الجانب الاجتماعي، هذه الجوانب كلها ملي كتكون قويه عند الانسان راه اي ما كتوقع ما كتأثرش عليه، حتى الا وقعت راه كتجعلو كيتحرك، كيكون ايجابي، كيكون يعني كيتحرك كيساهم وما كيتأثرش بشكل كبير كبير بهذا سميتو، ما كيكونش عنده هذوك الاثار السلبيه ديال الاكتئاب ولا ديال سميتو. والله اعلم هذه المقاربه وقائيه، وهي في نفس الوقت مقاربه واقعيه، اللي ملي كيوقع الحدث راه الانسان كيتدخل بشكل ايجابي، والله اعلم. فعلا شكرا الاخ، وهذا هو الدور ديالنا، هذا هو الدور ديالنا كمختصين في الصحه النفسيه ولا كمرشدين نفسيين، انه نوعيو الناس بهذه المقاربه الوقائيه. هو الشخصيات باش نكون واضحين تختلف، ما يمكنناش نقولوا بانه هذا شخصيه ضعيفه وهذا شخصيه قويه، لان احنا نختلف في شخصيتنا وفي تدبير الشخصيات. كاين شخصيه ودوده، كاين شخصيه اللي هي تتركز على كل ما هو ايموشنيل، على كل ما هو عقلي، على حسب الشخصيات خصنا نحترموا الاختلافات ديالنا. ولكن
دورنا فعلا هو يكون عندنا رؤيه استباقيه من اجل الوعي بهذه الامور اللي تتحدث. بالنسبه للاخت اللي هضرات على يعني لي سيمولاسيون يعني كيفاش نعلم وليداتنا يتعاملوا مع هذه الامور، انا متفق معك تماما، خصني نتعلم واتفق. كاين جمعيات، كاين جمعيات وكاين شركات مغربيه اللي بدات تلتزم بهاد لي سيمولاسيون دي زيكزيرسيس ديال كيفاش يديروا الانقاذ، وتيديروا دي سيمولاسيون شاك موا ولا شاك دو موا، وكاين دي زوديت. يعني بدا تيتحرك هذا الوعي في المجتمع المغربي، وبدا يعني كاين واحد التغيير الحمد لله. خصنا نشوفوا الامور بطريقه ايجابيه، ما كناش نقولوا بانه مازال المغاربه إيه تنتكلوا على الله، ولكن تنديروا بالاسباب وتنعرفوا بانه الا ما خدمناش وإلا ما طورناش نفسنا وإلا ما كانش عندنا وعي واحد لو سونس دونتيسيباسيون في هاد الأمور، فأشاك فوا خصنا نحاولوا ندبروا المسائل أون طون ريال. لا، حنا الحمد لله كمجتمع مدني، كجمعيات، كمثقفين، كديكوتش، تنحاولوا نعملوا على نشر الوعي ما بين الناس، لا في المراكز، لا في يعني ملي تتكون عندنا شي دورات تدريبيه، ملي تتكون عندنا شي ندوه، ملي تتكون عندنا شي حاجه، نحاولوا نمرروا مجموعه من الرسائل اللي تنعمقوا بهذا الوعي، واللي تنخليو الناس شويه يعني نحاولوا نطوروا من هذه الافكار. والحمد لله المسائل ماشيه بخير، الحمد لله المغرب يتطور، والحمد لله دائما المسائل ماشيه من حسن الى احسن. والا لاحظتوا ان الطريقه باش كنا تندبروا الازمات هادي واحد 10 سنين ولا 15 العام ماشي بنفس الطريقه، اللهم لك الحمد. هاد العام لا في كورونا ولا في هاد الزلزال اثبت المغرب انه فعلا قادر باش يدبر الازمات، لا من ناحيه اللوجستيه ولا من ناحيه يعني النفسيه ولا من التكاتف ولا من الوعي ديال الناس ولا من النضج ديال الناس. كاين الحمد لله اشتغال، وكاين الناس اللهم لك الحمد كاين تطور، وكاين بزاف ديال العمل اللي تيبين ان المغرب الحمد لله ماشي في الطريق الصحيح. وهذا الدور ديالنا كذلك كمجتمع مدني ونصدر على نفسي اننا نزيدوا نوعيوا الناس ونزيدوا نزكيوا من هذا الشيء اللي تتقولوا. فعلا الحمد لله كل شيء ماشي بخير على خير. شكرا الاستاذ عمر.